يا صباح الورد، اليوم راح نحكي عن موضوع الغيرة والحسد. أول نقطة لازم نفرق بيناتهم، لأنه الغيرة لا تعني الحسد، وإنما الغيرة لو استخدمتها صح راح تخدمني وتكون في صالحي، لأنه هي ببساطة مؤشر للشيء اللي أريد منه. أوكي؟ أما الحسد هو اعتقادي بأنه ما راح أقدر أحصل على هذا الشيء. فأكو اختلاف كبير بين الغيرة والحسد. خلونا نجي نشوف الغيرة شلون ممكن تخدمنا، لأنه مثل ما قلت لكم، لما أغار من شخص أو من شيء معناته أنه أنا أريد هذا الشيء وأقدر أحصل عليه. يعني خلينا ننطي مثال. لما سألت نفسي شنو الشيء أو الشخص اللي عايش حالة معينة ممكن أشعر بالغيرة من عنده، الجواب كان الأشخاص اللي عايشين حياة حرة ما بيها التزام بوظيفة أو بمكان، فأريد أعيش هذه الحالة. إذا أريد حرية مالية جغرافية، فإذا استخدمت هذا الشعور اللي قد يكون ظهر لما شفت فيديو لأحد، أو لما شفت هم شلون عايشين حياتهم، أو إنه حسيت لما هم يدخلون بحوار وياي يحكولي على اللي صار وياهم، حسيت بشعور معين طلع في داخلي أستغله في صالحي. وعلى أساسها أخذت خطوات، أو خليت الصورة واضحة بالنسبة إلي شنو الشيء أو أسلوب الحياة اللي أنا أريد أعيشه. طبعا ممكن تطلع لنا معيقات بالتأكيد، لأنه لولا أصلا المعيقات اللي إحنا حاطيها لنفسنا ما كان اضطرينا بأنه نشعر بالغيرة من شيء آخر. بس بسبب الأشياء اللي إحنا حاطيها لنفسنا واللي تورثناها من الوعي الجمعي إلى آخره، فإحنا اللي محددين نفسنا. وبعدين لما يظهر هذا الشعور هو مؤشر بأني أحتاج أتوسع بالحدود اللي أنا حاطتها لنفسي حتى أقدر أستقبل نور أكثر، طاقة أكثر، وأحصل على الحرية اللي أنا فعلا أحلم بيها. ولهذا لاحظوا، لما أنتوا تكونون عايشين حالة من الامتلاء والاكتفاء بعمركم ما راح تحسون بغيرة. يعني هل حسيتوا بغيرة لما أنتوا تكونون مسافرين بمكان جميل ومستمتعين بالصحبة الحلوة والجو الحلو وكل شيء متوفر وعايشين اللحظة ومستمتعين؟ طلع عندكم شعور غيرة؟ أكيد لا، لأنه أنتوا أوريدي عايشين حالة من الاكتفاء، عايشين الشيء اللي أنتوا تحلمون بيه، فما راح أصلا تشعرون بغيرة، لأنه أنتوا حاليا complete fulfilled، عندي اكتفاء وامتلاء داخلي. وهذا اللي صار وياي برحلة بالي، ما همني أي شيء ثاني. وطبعا ممكن أحيانا يبلش عقلكم يقارن وتحسون إنه أنتوا أقل، ويطلع شعور غيرة، سواء من فلانة شوف إيش قد حلوة، شلون رشيقة وأني عندي كرش، أو مثلا هذول الكابل إيش قد يحبون بعض وأني هذا اللي عندي بومة أو بارد أو ما يعبر عن مشاعره، إلى آخره من الأشياء اللي ناتجة عن المقارنات. ولهذا احنا دائما نقول المقارنات غير صحيحة، لأنه كل شخص من عندنا هو يونيك، هو مميز كما هو. فلما تقعد تقارن نفسك بالآخرين، وللأسف الطفولة كانت أغلبها مقارنات، والمدارس مقارنات، ومنو الأحسن ومنو الأشطر، فهذا النظام اللي مشينا عليه خلق عندنا حس إنه أنا أقارن نفسي بالآخرين وأحس إني أقل. فبدل ما أقارن أو أحس بأني أقل أو not good enough، خلوني أحس my own goodness،
أستشعر بشنو أني مميزة، شنو اللي يميزني مثل ما أني، وأقدر هذا الشي في داخلي. لأنه أغلب الناس ما تقدر تميزها، لأنه هي شايفتها عادي، عادي بأنه أنا أكون شخص واعي. المفروض الناس كلها تكون واعي، لا مو عادي، مو عادي بأنه أنت تكون شخص عندك هالقدرة على استيعاب هاي المعلومات، وغيرك هواية ما يقدرون حتى يفهموها. فأنتوا هذا التقدير لنفسكم، وخلونا نبطل مقارنات، لأنه احنا فعلا كل شخص بينا مميز كما هو. فلما يطلع عندي شعور له شنو مكان هو، أقعد وياه وأفهمه. لما حسيت بشعور غيرة أسأل نفسي شنو الشي اللي دا أغار من عنده، شنو الشي اللي أنا دا أريده. ساعتها راح تتوضح عندي الأمور، شلون حابة أعيش حياتي، وشنو الحدود اللي أنا حاطتها لنفسي والمعيقات. لما أكون واعية بيها هذه 90% من الحل. أبدي أفكفكها، أسمح لها بالرحيل، ما أظل أتمسك بيها، ولا أبدي أحس نفسي بأنه أنا أقل أو لست كفاية حتى أحصل على الشيء اللي أريده. أما شعور الحسد فهو إحساسي بالنقص، وأنه أنا ما راح أقدر أصلا أحصل على هذا الشيء اللي أريده. هذه معتقدات أنا مسكرة بيها الاستقبال، فبالتالي راح يصير عندي غضب من هذا الشخص اللي عنده أو اللي دا يسوي الأشياء اللي أنا أريدها وأنا ما عندي إياها وما راح أقدر أحصل عليها، فراح أحاول أسلبها من عنده سواء ماديا أو طاقيا، أو مجرد أنه هذا الغضب والغل اللي عندي دا أرسل له هذه الطاقة، فدا توصل له طاقة ثقيلة. هل أنه هو ضروري يتأثر بها؟ أكيد لا. إذا هذا الشخص مؤمن بذاته وطاقته ونوره، فأكيد ما راح يتأثر لو تقعد تحسده من الباكر. لكن الأشخاص اللي خايفين من أن الآخرين يحسدوهم، فهذا الخوف، هاي عدم الإيمان بيك أنت وبطاقتك وعظمتك، هو اللي يخليك تتأثر. ولهذا دائما لما الناس تسألني سؤال شلون أحصن طاقتي، أقولهم ما تحتاجون تحصنون نفسكم، لأنه التحصين هو شنو؟ هو انغلاق، يعني من اسمه الحصن هو سور أنا حاطة لنفسي. فيا حبيبي هذا السور مو بس راح يمنع عنك الطاقات السلبية، وإنما حتى الإيجابية أو حتى الأشياء الحلوة اللي أنت تريدها، لأنه أنت حابس نفسك بسور. فمو بالضرورة تنغلق على نفسك حتى تتجنب طاقات سلبية أو حسد أو غيرة، وإنما ممكن بالعكس أشع بنوري وعندي إيمان كامل بذاتي وبطاقتي وبنوري اللي راح يحول كل هذه الطاقات ويرجعها إلى أصلها طاقة نقية. فبدل ما أحمي وأنغلق أشع بنوري وأساعد حتى اللي لا يحسد. مو معناها انه اروح البي له احتياجاته واقول له يلا حقك احسدني او اسلب مني هذا الشيء، لا اكيد. وانما هذا النور اللي دي يشع من عندي راح يحول كل الطاقات الى طاقه نقيه، وهذا هو الماستر الحقيقي. وذس از ذا ريل الكيمي او الخيمياء، انه انت تحول الطاقه من حاله لحاله بدل ما تسكر عليك وتتجنب استقبال الطاقات بغض النظر شنو كانت هي، لأنه بالسور ماكو فلتر يفوت لك هذا ويصد لك هذا، هو سور راح يسكر عليك كل الطاقات الأخرى. أما أنه أنت تشع بهذا الشيء مثل الشمس اللي دا تشع، ويتحول كل شيء ثاني إلى أصله، إلى طاقة نقية تخدمك وتخدم حتى الناس اللي تحسدك أو تشعر بالنقص. فخلاصة حديثنا لهذا اليوم عن الغيرة والحسد، لما تطلع عندك هذه المشاعر، وهي طبيعية بالمناسبة تطلع عند كل شخص،
مو يعني إنه أنت إنسان واعي أو روحاني أو واصل مرحلة لازم ما تحس بالغيرة أو عيب تحس بالغيرة. هذه كلها معتقدات، من الطبيعي بأنه نشعر بالغيرة، نستغل هذا الشعور في صالحنا ونشوف شنو اللي نريده وشنو المعيقات اللي احنا حاطيها لنفسنا لاستقبال هذا الشيء. أصير واعية بها، أفكفكها، أسمح لها بالرحيل وأكون منفتحة لاستقبال الطاقة اللي تخلق لي هذه الحالة أو هذا الشيء في واقعي أنا. ما أحتاج أسلبها من أحد، ولا أحتاج أحس بأنه بعمري ما راح أحقق هذا الشيء، بالعكس حتكون محفز إلي. كل مرة يظهر عندنا شعور لو شنو مكان هو، نستغله في صالحنا لمعرفة ذاتنا أكثر. لما يطلع عندي شعور مثل الغيرة راح أكون واعية بي وأسأل نفسي شنو اللي أريده وشنو المعيقات اللي حاطتها لنفسي. لما أسمح لها تتحرر، ما أظل متمسكة بيها، ساعتها راح أتوسع وأتطور أكثر. فإذا أنا استغليت كل أنواع المشاعر لمعرفة ذاتي وللتطور وللتوسع. فلن نحكم على المشاعر لو شنو ما كانت، وإنما كلها أعتبرها طبيعية عادية، أقعد وياها أسألها وراح تنطيني حكمتها وراح أتوسع من خلالها أكثر وأكثر.